شوف القمر، يا سلام، هذا جو يفتح النفس. بندخل داخل هناك إن شاء الله، بندخل داخل هناك. شوف زمان هنا كانت غرف، هد الغرف هذه كلها. أنا حضرت المكان ده بسم الله. في شيء هنا لمعة، شفتوه؟ والله في شيء هنا لمعة، ما أحد انتبه. صار الجوال عندي علق بسم الله الرحمن الرحيم. هذه البداية وهذه الافتتاحية. يلا دوبنا نقول بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. هذا مو بس. طيب إذا بس ليش ما يغمض عيونه؟ أعوذ بالله يا ولد، إيش وضعك أنت؟ هذه البداية. لا نور ولا هم يحزنون. بسم الله. وترى بعيد بعيد بعيد، ترى ما هو بقريب. بسم الله، والله مرة مو بالسدي. مرة مو بالسدي. دقيقة أخذ حجر ثاني. بسم الله، راح راح. بسم الله الرحمن الرحيم. والله شجرة العشر، أعوذ بالله. الشجرة الثانية، شجرة العشر، فين انعكاس؟ تقصد ذا انعكاس؟ هذا ما يعطي انعكاس، ما هو فيه. بسم الله، كان عند الشجرة هنا، فين الانعكاس عند الشجرة؟ أنا ترى ما حاقرة التعليقات. كيف الواحد اللي يقول انعكاس انعكاس؟ أنا شايف وعارف وش في المكان. بسم الله أول انعكاس زحم. بسم الله ذي شجرتهم. والله ما أدري بعض العقلات. أنا يعني شايف عند الشجرة، شايف أنا عند الشجرة. أنا ما أدري إنه شجرة العشر أساسا هذا. شوف الشجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله. والله كأنه في شيء هناك. نور القمر لوحده كفاية، المكان منور. شوفوا بالطريقة هذه أحسن شيء. تحط النور ترى مو حلو. المكان تغير يا جماعة، تصدقوا والله تغير المكان مرة، ما هو مثل أول. أول ما كان كذا. أخبر، كان في المكان، كان في المكان أول هنا بيوت وأشياء، ما في شيء في المكان الآن.
مرة ثانية. شفتوه؟ إيه مرة ثانية. ما حروح والله صعب الطلوع هنا يا جماعة، والله حديد وبلوك وخرسان. شفته مرة ثانية كان هنا ثعلب، ما أدري، ما أعتقد ثعلب، مو ثعلب. دحين مرتين شفنا اللمعة ذي، مرتين الآن. المكان تغير، تغير كثير كثير، تغير. بسم الله. شوف في هناك بيوت، ابغى مكان اقدر امشي فيه زي الناس. جو كشاف الثاني، المكان تغير مرة، هدوا كل شيء في السكن. معقولة؟ والله المكان فرم. اشتا حتى الجين شكلهم شردوا، ما بقي لها الشكل الصغير اللي هناك. اشتا بسم الله. أنا ما جيت المكان ده يا جماعة الخير تقريبا يعني من سنوات، أكثر من سنة. السنة الماضية جيت أخبر كان في سكن في هذا المكان، كان في سكن هنا، ما في إلا هذا الحين. بسم الله في النور. يا سلام، شوفوا ما شاء الله بدون نور. قماري تبون كذا ندخل بين ام جبل. في أحد هنا؟ هذا المكان ما شفت فيه قبل.
هنا الوضع طبيعي. في أماكن ثانية. أقول شو كسر كل شيء. والله المكان ذا كنت أسمع فيه. لكن في البداية شفنا عيون. لكن من توغلنا في الداخل تقريباً ما بدينا نلاحظ اي حاجة. في البداية لاحظنا عيون في المنطقة هذه. شوف المكان ده المسح هنا كان كله سكن أول. لا بروح الناحية الثانية أشوف إذا لقيت لقيت، ما لقيت راح أشوف إن شاء الله كيف الوضع يكون. أيام السكن يعني أيام السكن لما كان السكن والغرف الحين بعد ما هجر المكان، المكان صار زي ما تقول ميدان كبير، فتغير الوضع واختلف المكان، يعني صار زي الميدان. لكن سبحان الله هذا المكان اللي سمعت فيه صوت حرمة، صوت ولد قبل. كان سمعت حفلة حصة. يا حد شايفين شيء انتو؟ سمعتوا؟ ترى في الجبل، في الجبل، في الجبل فوق. والله ضويت ما يوصل النور هناك يا جماعة. ها شوفوا مرة ثانية، شوفوا للبعيد. السكن خلاص روح. راح السكن. انا حسيت كاني سمعت صوت والتفت لقيت الرجال ده زي الرجال اللي كان في ذاك المكان، لكن اني صوت بوضوح ما سمعت. ولا انت بتقولوا صوت بكى طفل؟
طلع كفر. قاعد اتمعن فيه اقول ايش ده. اتخيلوا اشوف شيء اسود قاعد احس بشيء اقول ايش ده اقرب جنبه يطلع جني فوجي. الله قسم حتصير حفلة. أنا ما أخاف، أقرب جنبه، أقرب لين جنبه، عنده أقرب، أنا ما عندي أي مشكلة. ناحية الجبل أنا مرة ماضية ما قد غطيت ناحية الجبل، فهالمرة دي أعمل لكم تغطية ناحية الجبل. ما ندري إن كان يشوف شيء، أنا شفت رجال هناك وسمعنا صوت المكان ذاك اللي هناك، ترى في صوت. في جن؟ في بشر؟ لعل وعسى نشوف شيء، نرصد حاجة، شيء كان بها، عاد جينا نكتشف المكان. الشيء الغريب تقول سمعت صوت الطفل في المكان، كان سمعت صوت حفة حصى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. تقول هذا المكان تسمع صوت؟ والله اني ما سمعت الا المرة الثانية بوضوح، او اول ما سمعت شفت الشيء هذا كان في الارض. يعني هنا في شيء، في احد هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
المرة الأولى شفنا شيء أبيض كان هناك أشوف ما هو فيه، ما هو في المكان. الواحد كذلك ينتبه وهو ماشي عشان تعرفون فين انا قاعد امشي، عشان الواحد يعرف انا فين قاعد امشي والشيء اللي قاعد يصير هنا. ما في بشر يجي في هذا المكان، انسان ما يجي في هذا المكان، لا في احد يجلس هناك بعيد المناطق ذيك اللي هناك، هنا ما حد يجي. شوف الاعشاب كلها كيف. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يا جماعه اني طلعت فوق ولا شفت شيء. كان في شيء هنا، والله كان هنا 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 عند الشجرة هذه. تتذكر لما قربت أنا يا جماعة كان عند الشجرة ذي هنا. ها هذه الشجرة هنا، هذا المكان تتذكروا؟ كنت تحت أنا هنا أول، مشيت في هذا المكان. الشيء الأبيض كان جنب هنا لما كنت هنا، كان تحت. وقتها سمعت صوت الطبش في هذا المكان، الموية وقت المطر. هذا مكان مجرى الماء. لا العيون شفنا في البداية، هناك شفنا العيون لما بداية، هنا لا. في أحد؟ شايفين شيء انتو؟ شايفين شيء ولا انا اتوهم؟ سمعت الصوت؟ بسم الله. انا اتوهم ولا؟ أنا ترى شايفهم من بعيد هنا. أنا شايفهم من بعيد بدون الجوال. شايف أنا؟ أنتوا شايفين شيء؟
ها صايفين بوضوح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قسما بالله إني شايف حضمة. طيب يا جماعة أنا راح أخرج الآن من الموقع، راح أخرج من الموقع.